اهلا وسهلا من جديد كل الناس اللي بتتابعنا من ساحات الاف ام لهذا الصباح. تأتي متنوعة بالتأكيد، وأيضا في بعض من المساحات راتبة أو تعودنا على أو راسخة في صباحات الـ FM، منها حركة الطيران. بنعرف استعلامات مطار الخرطوم وكذا، بنعرف أيضا مواعيد الإقلاع والهبوط، ونتمنى دائما أمنيات السلامة للعائدين والمسافرين أيضا. بالإضافة لفقرة الصحف، بنتصفح من خلالها الصحف الصادرة هذا الصباح، بنقرأ أبرز العناوين اللي بتكون متداولة في الصحف، ودائما ما نستنبط موضوعاتنا من الصحف، يعني من موضوعات تكون تقاسمت الصحف، تكررت في عدد من الصحف نسبة لأهميتها، بنختار الموضوع لنواكب ما يحدث في الشارع السوداني، يعني من ناحية اجتماعية سياسية ثقافية وغيره من القضايا اللي درجنا على مناقشتها. أيضا بتكون في عدد من الهواتف ربما تكون متصلة بالموضوعات اللي نحن طرحناه، وربما تكون أصوات للمواطن السوداني حسب المساحات، حسب الوقت، حسب المساحات الزمنية بالتأكيد. بالإضافة للزميل محمد فضل الله بيكون دائما حاضر وموجود معانا، وبيناقش وبيحلل وبيطلعنا على أهم الأحداث الرياضية في الملاعب الخضراء، سواء كانت محلية إقليمية وعالمية أيضا، وبعض المباريات المرتقبة المترقبينها الناس عشاق الساحرة المستديرة، برضو على مستوى المنتخب الوطني وعلى مستوى الفرق المحلية والتنافس اللي بيجري عبر الدوريات المختلفة. طبعا إذا تبقت مساحات زمنية بنفردها لعدد من التعليقات المتصلة بموضوعاتنا، أكيد بنأخذ تعليقاتكم وتوقيعاتكم وحضوركم بعين الاعتبار. بالتأكيد مساحات غنائية مختلفة ومتنوعة بنستمتع بها أكيد وننقب في ذاكرة المكتبة السودانية. أهلا بكم. بحبك يا وطني بعيد.
Amen.